في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة السفير مصطفى بن خي سفير المملكة المغربية في مملكة البحرين على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي تجسد نموذجا لعلاقات أخوية مبنية على المحبة والوفاء يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخو صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة أيدهم الله. العلاقات المغربية البحرينية علاقات قوية، وهذه القوة كتستمد من جوج ديال الأمور، من قوة العلاقة الشخصية اللي كاينة ما بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، كذلك من أواصر الأخوة والمحبة القائمة بين الشعبين الشقيقين. هذه العلاقة عندها واحد العنوان، هو الإخلاص والوفاء. والترجمة ديال الإخلاص والوفاء كنشوفوها في مسألة التضامن بين البلدين. كل ما دعت الضرورة يتجاوب بلد مع البلد الآخر بالسرعة وبالشكل وبالمضمون المناسب، وهذا أكبر تجليات التضامن هو في موقف مملكة البحرين الشقيقة بقيادة جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، موقف البحرين بخصوص قضية الوطنية وقضية المغرب الأولى اللي هي الصحراء المغربية. البحرين كان لها ديما موقف داعم صريح ومسؤول بهذا الشأن، سواء في الأمم المتحدة أو في المنتديات والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.